الشتى التي حاربت كثيرا من السنوات ضد القوات الأمريكية، بعد ذلك تم قبولها. فإذا عندما تحدث هل يمكن أن يكون هناك قبولا لأي نظام حكم قادم، وخاصة فيما يتعلق بآية تحرير الشام؟ ربما المجتمع الدولي يقبل، خاصة أن هي من كلفت بالتحريك. الطريقة التي ظهر فيها الجولاني وحاول تقديم نفسه وحتى على الأرض، يعني حينما لاحظنا كيف يعني كأنهم بادروا بغصن الزيتون حتى للسوريين للمدنيين بأنه لن يكون هناك أي حتى يعني تحرك مواجهات معهم أو تمام. حتى تحرك يا أختي الكريمة لم يكن هذا التحرك، لم يكن انطلاق عملية ردع العدوان من فراغ، يعني بالتأكيد كان هناك ثمة موافقات ثم أضواء تسمح بهذا، يعني تسمح بهذا التحرك، وخصوصا أضواء أمريكية أو أضواء على الأقل ليست أمريكية، قد تكون أمريكية بشكل غير مباشر، بشكل مباشر هي تركية. فإذا عندما نتحدث حقيقة على أن يعني الجولاني أول شيء أولا يعني أفرج عن اسمه المجهول وهو أحمد الشرع، ثم أفرج عن كثير من إذن دعني للأسف سأقاطعك ونذهب إلى هذه الصور. إذن مشاهدينا نتابع إذن هذه الصور. الله أكبر، صور الساحل باتجاه الساحل، الله أكبر. الله أكبر، صور الساحل باتجاه الساحل، الله أكبر. إذن هذا حراك شعبي. الله أكبر، صور الساحل باتجاه الساحل. إذن مشاهدينا تابعنا هذه المشاهد لإرسال المعارضة رتلا عسكريا إلى محافظة اللاذقية لضبط الوضع الأمني. سيادة العميد، حجم التخوف من أن تنفلت الأوضاع الأمنية بهذا الشكل. تمام، هناك تخوفات كثيرة، يعني هذا ليس يعني سرا، رغم أن هناك كانت كثير من التوجيهات ونفذت كثير من الإجراءات لمنع يعني حصول الخلل أو حصول الانفلات الأمني قدر الإمكان، لكن يعني لابد، يعني خاصة قضية انسحاب عساكر النظام وجيشه وترك سلاحهم في أماكنهم الذي وصل إلى مدنيين كما وصل إلى عسكريين كما وصل إلى الفصائل. هذه الطريقة أخي الكريمة كانت مقصودة، يعني مقصودة عملية هروب العساكر. لماذا؟ لأن هناك اعتراضات عالمية على عملية حل الجيش العراقي. ولذلك أنا مضطر أن أكتفي معك بهذا القدر سيادة العميد. الأخبار متلاحقة، المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أسعد عوض الزعبي كنت معنا هنا.